ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على برج الجوزاء وتوقعات الاسبوع الاخير او توقعات الاسبوع الرابع، يعني لشهر يوليو لعام 2022. مبدئيا برج الجوزاء، احنا عندنا الاسبوع الاخير بيبدا معانا كده بحاجه تفتح النفس. عارفين يعني ايه؟ يعني عندك انت بتدخل الاسبوع الاخير الشمس موجوده بالمنزل الثالث بالنسبه لك، يعني برج الاسد، وده بيدي لك كتير من الطاقه وبيدي لك كتير من الاجواء السعيده، عندك علاقات حلوه، ترابط بالاخرين، قادر على انك تصل الى ما تريد، قادر على انك تصل الى ما تريد. زائد كمان ان عطارد ببرج الاسد ده بيساعدك كتير جدا على النجاحات المهنيه والتواصل مع الاخرين. لو بتشتغلوا في حاجه متعلقه بتواصل مع المجتمع او مع الاخرين هيبقى عندك نجاح اقوى والذ واطعم. بالنسبه لي برج الجوزاء بتبدا الاسبوع الثالث بدايه من يوم 23، القمر موجود عندك 23 24 25، ده بيساعدك جدا. ايام مميزه بالنسبه لك، ايام قادر فيها على التعويض، قادر فيها على النجاح، على التطوير، على التميز. بالنسبه لك الفتره دي هيكون فيها فرحه قادمه ليكم، حاجه حلوه تقدروا ان انتوا تبتدوا بيها خطه او تبتدوا بيها خطوات. بالنسبه لك حلو قوي لاداره مشروع، حلو قوي اللي يتخلص مشاوير، لتصليح علاقات. بالنسبه لك ايام حلوه فعليا، 23 24 25 ايام رائعه متميزه، فيها ترابط اكثر، ود، فيها احترام للنفس، فيها ثقه في الذات، في عندك كتير ان انت قادر على انك تنقذ نفسك من ازمات كمان. فده بالنسبه لي الايام الحلوه كتير خلال الاسبوع الاخير. هل في ايام اقدر اقول انها صعبه نوعا ما؟ هو في ايام ثقيله شويه. انت اصلا عندك المريخ ببرج السور ده بيساوي تقل، خاصة يوم 31. يوم 31 بيأثر عليك في حاجة، في ايه؟ في ان انت هتبقى عندك اصرار على انك تسعى، اصرار على انك تنجح، اصرار على انك تتطور في امر ما، او انك تتخذ خطوة معينة. فاصرارك على اتخاذ خطوة او امر معين ده هيخليك يا برج الجوزاء ان انت تدخل بطاقة عند مع اشخاص. حاول على قد ما تقدر بالذات يوم 31 ان انت تكون حريص على انك ما تدخلش مجادلة مع حد او انتقادية مع حد او منافسة مع حد. عارف كده لما حد يجي مثلا يتكلم عليك او يسيء لسمعتك، انا بقولها بصراحة خلي اللي يهري يهري، يعني عارف فكرة اللي هو بحب كتير طاقة التبارد. يمكن زي ما قلت لكم قبل كده ما كانتش هوايتي فيما قبل، لكن دلوقتي بقت هوايتي المفضلة اني اشوف اللي قدامي بيتشال ويتنكت ويقعد يشيط ويزن ويعمل ويبقى مع نفسه. عارف فكرة اللي هو قدامك حيطة حبيب قلبي اخبط دماغك فيها. حاول كتير انك انت يبقى عندك الطاقة دي، محتاجها انت قوي. محتاجها، لان المريخ بيخليك ان انت تكون مندفع. وخلي بالك انت المريخ موجود ببرج السور ده كمان لحد يوم 19 اغسطس، يعني فترة فترة. فعشان ما تدخلش نفسك في صعاب مش الاسبوع ده بس، لا كمان صعاب متعلقة بالاسبوع الاول من الشهر، فحاول على قد ما تقدر انك انت تكون هادي متبارد اكثر. فده المطلوب منك تماما يوم 31 ويوم 1 اغسطس نفس الكلام. طيب لما نيجي نتكلم على بقى الوضع المهني المالي العاطفي الاخ، بالنسبة ليك الامور المهنية، مبدئيا الامور المهنية انت عندك فيه علاقات طيبة، في مكسب حلو من شأن مهني، ممكن يكون عندك عروض مهنية، في عقود مهنية، في شراكات مهنية هتكون متميزة كتير جدا جدا ليكم، وتأتي بثمار مالية وتأتي بثمار الثقة في الذات. حلو قوي ده، بس بيصنع غيرة من قبل اشخاص ويجعلهم ان هم يبقوا يتهافتوا عليكم ببعض الكلمات، فبرضو احذر الرد عليهم. يعني العداءات المهنية خلي اللي يهري يهري، خلينا متفقين على الجملة دي، لان عندك هري كتير، اشخاص بتهري كتير، على قد ما عندك عقود وعروض واشخاص متحابين واشخاص بيتكلموا كلام حلو واشخاص مش عارف ايه، على قد ما عندنا اشخاص منهم لله، فاهميني؟ فخلي بالكم كتير يا برج الجوزاء من الهري الكتير اللي ممكن يحصل عليكم، طنشوه نوعا ما. طيب ده بالنسبه للامور المهنيه. فاذا الوضع المهني ما شاء الله عندنا عروض، عقود، بدايات مهنيه، عندك دعم حلو كتير، خاصه ان انت نفسك يعني عندك تواصل مع الاخرين،
وانت متواصل ذهنيا مع ذاتك ازاي؟ يعني عندك اللي هو القدرة على انك تفكر بالشكل الصحيح، احسبها صح، العبها صح، ازاي ان انا اتخذ الخطوة المهنية الصحيحة، ازاي ان انا التقط الفرص. هيبقى بالنسبة لك عندك القدرة على التفكير الصحيح والانتصار الفكري في الشأن المهني. الوضع المالي زي ما قلت لكم ان احنا هيكون عندنا مكسب مالي من امور مهنيه، الا ان كمان انت عندك في مال ليك عند حد انت قادر على استرداده، يعني قادر على استرداد مال بالنسبه لك هو خاص بيك. يعني في حد خد مالك؟ لا، انت قادر على استرداده، قادر كتير على استرداد حقوق، ممتلكات، امور قانونيه، امور قضائيه، فعندك انتصار. فاذا ده بالنسبه لاصحاب برج الجوزاء. برج الجوزاء كمان الشأن العاطفي. طبعا احنا قلنا قبل كده ان كوكب الزهره موجود ببرج السرطان، وده بيأثر بالنسبه لك في ايه؟ ده بيأثر لان ده المنزل التاني اصلا، فانت عندك حنين للحب والمشاعر والعاطفه. بالنسبه لك هتبقى بتحاول كتير انك تهادئ الشريك او ان انت تقترب من الحبيب اكثر واكثر. بالنسبه لك هيكون عندك في تصالحات عائليه عاطفيه، تصالحات عاطفيه، يعني لو انت في خلاف ما بينك انت والحبيب، لا بتكون قادر كتير على تصليح هذا الخلاف او تصليح العلاقه. فاذا هيكون عندنا في تصالحات سواء عائليه عاطفيه او عاطفيه عامه. بالنسبه لك هيكون عندك ان انت بتقترب الى الحبيب اكتر، عندك حنين ومشاعر قويه جدا جدا، عندك كتير في اتفاقات عاطفيه، حتى الناس اللي هم ببدايه علاقتهم، يعني هيكون عندنا في من بدايه لعلاقه مثلا كتحويل علاقه صداقه لعلاقه عاطفيه، في اتفاقات، في خطوبه، في زواج، في كتير اتخاذ خطوات متعلقه بانتقال. يعني عارف فكره اللي احنا بنتجوز لسه، فبنحضر لبيتنا، بنحضر لشقتنا، بنحضر مش عارفه ايه، الاجواء اللي زي كده، فعندك ده كتير. فاذا في استقرار في الشأن العاطفي، بس اقدر اقول لك ان الوضع العاطفي بالنسبه لك في تعاملات ماليه شويه. يعني ايه؟ يعني بدايات لزواج، فاذا في فلوس بتطلع، يعني بدايه زواج، في 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 مشتريات، في تحضيرات، فعندك ده جدا. كمان هيكون في اتفاقات على امور ماليه. طيب بالنسبه لي الناس اللي هم متخاصمين او منفصلين، برضو هنا هيكون في جدل على امور ماليه، يعني في استرداد لحقوق ماليه، في ان حاجه متعلقه بعقود، اوراق، حاجه متعلقه بالمنزل، باداره، بمش عارف ايه، لو انتوا كنتوا في شراكه معينه او في مال ما بينكم هتبقوا بتحاولوا كتير تستردوه. فاذا في بالنسبه لكم برضو كلام على امور ماليه، وهتكونوا انتوا اللي بتصلوا اليها، او انتوا اللي بتنجحوا في هذا الامر جدا يا برج الجوزاء، يعني بتصلوا الى حقوقكم. اه بالفعل. طيب بالنسبة للناس المنفصلين عامة، هل هيبقى في رجوع لينا مرة تانية؟ انت بالنسبة لك الاسبوع ده اصلا هو اسبوع علاقات، يعني على قد ما هيبقى في علاقات جديدة بتدخل حياتك وتنير حياتك، على فكرة ده لو انت منفصل عن الشخص ده ومفيش شيء بيربطك ما بينك وما بينه. لكن اذا كنا لسه مرتبطين ببعض، او لسه في كلام، او في تواصل، او في اولاد، او لسه منفصلين عن قرب، فهيكون في رجوع بصورة كتير اقوى. تمام؟ يعني الأمر مرهون بشروط شوية. ده من حيث الوضع العاطفي. أما بقى من حيث الأمور العائلية، الوضع العائلي بالنسبة لنا هيكون في علاقات، في اتصال وتواصل، في أقدر أقول زيارات، يعني في زيارات عائلية، في أجواء عائلية، في اهتمامات خاصة بأحد الأصدقاء كمان، يعني في إن أنتوا بتتواصلوا مع أحد الأصدقاء، حضور مناسبات ولقاءات وتعاملات مع أحد الأصدقاء، هيبقى في حد يصدرك لموقف. بمعنى إيه؟ عارف لما حد يقول لك ما تعمل لنا انت الموضوع ده، انت عارف فكره اللي هو ايه، مين بيعرف يعمل قهوه؟ واحد يقول انا، طب قوم اعمل لنا كلنا قهوه بقى، انت جبته لنا. فهو عندك ده برج الجوزاء، اللي هو ان انت هتبقى متصدر حاجه في امر خاص بشان عائلي او شان يخص اصدقاء، وهتكون على يعني على جوده حلوه، او ان انت تعرف تحقق الشيء المطلوب منك بصوره كتير قويه. برج الجوزاء خلال الاسبوع ده بالنسبه لك انت هيكون عندك برضو في حاجه متعلقه بكلام كتير عليكم، يعني في كلام زي ما قلت لكم كده في البدايه، في هري كتير عليكم، فانتوا هتتعاملوا ازاي معاه؟ بان احنا هنطنش. الفكره بقى التانيه اللي انا عايزه اوصلها لكم الناحيه التانيه، حاولوا كتير ان انتوا تداروا على ايجابياتكم. انتوا هيكون عندكم محاولات لتعزيز النفس او تغيير ايجابي تحصلوا عليه، بتغيروا حاجه في ستايل، في تعامل، في مش عارفه ايه، باجراءات جديده بتحاولوا تدخلوا فيها. فحاولوا كتير يا برج الجوزاء ان انتوا تكونوا بتداروا على نفسكم صح. ليه؟ لانك هتبقى معرض لمسؤوليه او معرض
لحسد. عارف لما تعلن عن شيء او تعلن عن حاجه جات لك، فهتتسال في الحاجه اللي جات لك دي، يا اما هتاخد عين فيها. فاذا المطلوب، المطلوب اني اخلي بالي في كلتا النواحي، اني اداري على نفسي، لان لو ما دخلتش في مسؤوليات هدخل في عين مش لطيفه. فلازم تكونوا على حذر شديد من هذا الامر جدا يا برج الجوزاء. عامه انا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، بتمنى كتير اني اكون فدتكم، بتمنى لكم اسبوع سعيد. ما تنسوش اللايك وشير الاشتراك في قناه وتفعيل الجرس. سلام.